عم زكري. انت ايه اللي جابك هنا يا عم زكري؟ تفتح، مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحتي. مشيتك مع كام واحد من الغلمان؟ اسمعني كويس وما تفهمش غلط. انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. انا كنت من احسن شيفات في مصر، اشتغلت مع امراء وملوك ورؤساء، كنت باخد منهم هدايا ابيعها واجيب بيها ذهب. ضربت في البورصه قعدت سنين وربحت من البورصه اكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تفتح بسلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال، فين الفلوس؟ اكتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تتعجلي بالليل ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين، مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زلين براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي، انا هقوم لك اكبر محاسب موجود في البلد، وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك 2. 2 ايه؟ خدها خدها عم فهد. انا هديك 2 مليون جنيه من 7. انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها. ايه الجملة دي يا عم فكري؟ يلا يا ابني اهو يلا يا حبيبي. كل اللي بتاخد منه بتاعك وانت على فوق. مين يا ابني؟ يلا يا حبيبي. كل اللي بتاخد منه بتاعك وانت على فوق. الحاج احمد الخضر هيعرف اللغز العظيم. الله يا جلباو. الحاج احمد الخضر هيعرف اللغز العظيم. بس الشقة دي مسكونة ولا ايه؟ انت انت انا انا بصلي هنا، قرب قرب هنا، تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا فتح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا 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 خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ ازيك يا كاسيو؟ ده عندك سجله.
الورق دي لعم سلطان. انت كسوله طيب؟ قول له ان الورق والامانه في الامانه. خلاص مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده خلاص. خلاص حاوله خلاص. 012 01 012 01 252 01 حاضر. ده مهند ده المسلسل أميرة. شايف الخلة دي؟ أيوة شايفة. ممكن تدور وشك؟ أيوة دور وشك ناحية تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شوية. أيوة حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي اللي هستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ فكري الف سلام عليك. انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصلك يا عم فكري؟ اصيل يا تتا. لو ايه راجل، لو كان عندي ابني ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. تقولش كده عن فكري. ايه ده بس كده؟ تقولش كده خالص. ايه ده؟ عشان خاطر المتنفس الاصطناعي. عشان في تنفس دلوقتي خلاص. ايه خالص. مثلا طلعت لي اميره في قناه النت واديت رقم تليفون. بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادئ 01. ها؟ زير اجيب لك قرفه بالمكسرات. فكري الله اكبر يا ناس. اشغل لك ايه طيب؟ عم فكري النمرة كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبيه ونفسيه، وبيقول ان الاستاذه اميره غير مسؤوله عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف، برافو عليك. عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ بدفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هنا معاه يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده يا شريف؟ انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيبه. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرف في مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا ببنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ في بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان تراجع الحق لاصحابه. احنا اصحاب الحق ده؟ احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره، ما تمتحنيش صبري كتير. اخر مره بقولها لك، الورق فين؟ بدل الوش الحلو ده يا بهايم. البت جينا يا سيدي عند قصر عبد الدين، ورينا اتدخلنا ازاي. خلي رجالة تفتش المنطقة دي حتة حتة وطلع لي الواد ده. سارة خلاص يا غالي، خلاص دي تاني مكالمة وتطلع في سينك. الموضوع ده شكله كده على بعضه فاكس خالص. اصبر فاكس. اصبر بس، اسمع بس مني انا واستري مني. انا خلاص بقى عايز اسيب حاجة قاعدة اتنفس. عايز اروح اسيب بحر ولا تلاقيهم سفلتور اخر. هي سفلتوا البحر يا خالي. يا عم خلاهم سفلتوا البني ادمين. سفلتوا البحر. لا يا سيدي ما سفلتوش البحر. اصبر انت بس، خلص امتحاناتي ونقع المكالمه التمام، نقفش الاتنين مليون ونصيف في احلى حته في مصر. اسكندريه. مبارات. اسماعيليه. عصيان. ايه يا خالي الاحباط ده؟ هنروح فين بقى؟ عايز انت تتواضع في الحاجات دي. قالولي يا هادي، احنا من زمان واحنا ما عدناش مع بعض كده قعدت خاله وبنته وابنه. ما فيش اي غراميات؟
بس بقى خل بقى يعني ما اتظبطت واحده من صحابك مثلا مره كده يا ولد يا ولد طب ما نمت مع واحد صاحبك ايه خلت من زمان بقول لك ايه ما تقوم تعمل مكالمه كده على ما اصور ورقه الدرس واحصلك خلاص الصبح لا دلوقتي يا خالي الصبح والله خلاص فكر في 200 مليون عشان خلاص خلاص حاضر بجد خلاص الصبح الو واضح ان معايا اتصال تليفوني ونقول الو الو حضرتك معانا في برنامج حبوا بعض هو انا حضرتك على الهوا حضرتك فعلا على الهوا طب ما حس كده بقى انا عندي مشكله صغيره كده بسيطه عايز اقولها طب مش نتعرف على حضرتك الاول تتح عبد الحميد حافظ هي دي الاسامي قول يا استاذ تتح تتح حضرتك قول يا استاذ تتح ايه مشكلتك بص يا سيدي دلوقتي من كام فتره وجيزه كده وانا وقاعد راحت حصلت مكالمه نت بيني وبين فتاه تدعى اميره الله مكالمه نت ايه خلي اكونوا سامعينك وقعد بقى صرخ وبتاع واسمها اميره وقعد السنجه بيا هو ده الحب اللي بندور عليه من مكالمه تليفون قد يتولد الحب حب ايه واولاد ايه انت بتكلمني من اوضه النوم انا اصلا اقول له انت لابس قميص نوم لونه ايه بص حضرتك انا عايزك ايه تروح واخد رقم تليفوني دلوقتي حالا وتنصره تنصره على كل ال يبقى مصر كلها تبقى عارفه الرقم ده مرات موبايلك يا نهار اسود يا نهار اسود عايز تسيح برقمك لمصر كلها علشان توصل لامير لا يا سيدي انا عايز اوفر بس كروت الشحن عشان انا خلاص بقيت في المنص انا خلاص هحول الخط بتاعي ليميت قول الرقم يا تتح يلا اكتب بقى معايا كده كله حضر ورقه وقلم ومرايه كده في اللذيذ يلا اكتب 01 خلاص 01 01 خلاص احنا 01 عذرة 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 زيرو عذرة أعزائي المشاهدين آسف إن دموعي غلبتني رقم تتح على الشاشة قدامكم هوت وحاسبكم مع أغنيتي المفضلة تترجى فيا فك هاني 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 انت مين ده؟ انا هادي يا خالي كفايه كفايه هادي يا هادي سامحني يا خالي قلت لهم على كل حاجه على موضوع النمره من الاول وعلى كل حاجه حصلت بس خلاص يا ده وديك مستخدم انا عايز انام عايز انام ايه النمره دي؟ معرفش ابعد ايدك لا انت عارفه هتقولي ده كده هيخلي الرجاله دول يموتوا من الصدمه ابعد ايدك يا شيف اهدى مش كده اسكت انت يا شيف حرام عليك هتموت في ايديك بقولك ايه تعنيدي معايا تعنيدي معايا طب انا هوريكي ابعد ابعد عني خلاص شيلوها ورموها من السطح مجنونه وانتحرت 60 داهيه اهدى بس انت يا شريف اسكت انت ايه يا مضمضيل ايه يا مضمضيل اميره انا طلع عين امي بقى في المكالمات اللي انا عمال اتكلم فيها دي انت ايه كاسوسه ولا ايه تاكل الكاسوسه وانا بكسب الكواسيس انا مش هكمل مكالمات تاني خلاص مكالمات ايه اللي بتتكلم عليها مش فاهمه حاجه رقم التليفون اللي انت مديهولي ناقص نمبر نمرة ايه اللي ناقصه رقم؟ الرقم اللي اديته لك ده مش رقم تليفون ده رقم خزنة في بنك الأمان رقم خزنك في بنك الأمان؟ ايه رقم خزنة في بنك الأمان دي؟ أرجوك ركز معايا بعد يومين هياخدوني البنك حاول إنك تتصرف مع عمي سلطان بالتوكيل اللي أنا عاملاه له أميرة 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 قفلت تاني قفلت تاني داهية خلاص طب قالت لك ايه؟ قالت لي معلومات كتير قوي يا هادي ايه؟ قالت لي بنك في فلوس اللي هم 7 مليون وفي توكيل وقالت لي بقيس في إيه؟ بقى التوكيل ده ما هو التوكيل بقى ما احنا عايزين شغلتنا بقى ان احنا ندور عليه في كل دور خلاص
ندور على فين؟ ندور على ده. نقلب الساعة تاني، ده 7 مليون جنيه هادي، نصيبنا 2 مليون. هنفتتك يا اوضه حته، هيفك التلفزيون ده، فك التلفزيون. ايه يا خالي ده بس؟ ايه ده يا هادي؟ ايه الورقه دي؟ ده التوكيل يا خالي. ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. خبيه وندور عليه تاني يا خالي بس والنبي. خبيه زي التوكيل. مفيش كده. ايه هذا؟ دلوقتي التوكيل ده بيسمع من فكري. احنا لازم التوكيل يبقى باسمك انت عشان نستلم الفلوس، لازم البنت تعمل التوكيل باسمك مش باسمي. فتح ايه المواعيد دي؟ التوكيل اهو، تعبني قوي اول ما خلصت. فكر خالص. امسك دول. يا جدع هتزعقني منك. يا جدع امسك دول اصوه. كان كده ماشي. تكريم. شغل طريقك ايه؟ معاك فل. عملك اسود لو سمحت يا كابتن اصل انا نسيت الموبايل بتاعي الخصوص نسيت ابقى بالخزنه جوه لقيت بقى اصل بعد عنك يعني كده يا رب ما تشوفها خالص لقيت لك ملايين بقى والمظات ودولارات وعلبه صفيح علبه صفيح لا تقدر بثمن وخلي بالك كمان في شويه اوراق مهمين جدا يودوك ورا الشمس تجيب اميره تاخد الورق ما تجيبش اميره يبقى خلاص تجيب ثمنها 2 مليون جنيه انا متمن البنت دي ب 2 مليون جنيه خلاص خد عندك المكان اللي احنا هنتقابل فيه المريوسيه امام الاتحاديه موقعة الجمل انت بتهرج يا بني ادم خد عندك العنوان ده قابلنا عند العماره المهجوره هاتها انت اسمع يا مهند اذا كنت فاكر نفسك انك نزلت من تركيا عشان خاطر تنصب على مصر فعايز اقول لك ان مصر مش بتستحملها احنا مخلصين على بعض كله قايم بالواجب مع التاني انت جبت صنطه الفلوس تعالى لا 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 انت تركي يعني في علاقات قديمه بيننا وبين بعض زمان امان يا لالي انما دول صهاينة وانا لا اسمح بان الصهيون يخصوا بيتي وخصوصا بنياميك حنانيا بقول لك ايه انت هتجيب الورق وخليهم يدفنوك هنا اسمع يا مهند اسمع انت كده جاي بتزن في قلب بيت فك في ايه يا تفتح باشا
ايه الدوشه دي؟ الواحد مش عارف يستريح مع جماعته. اقدم لكم المعلم حصره جاري العبيط واسرته. ايه التحباشه الدوشه دي؟ تخيل يا معلم حصره، تخيل المجرمين اللذوذ دول جايين يتهجموا عليا في قلب شقتي وبيتي وسرقوا كل ما املك في قلب المكان زي ما انت شايف كده وسابوني على الرمله. ليه؟ لو احنا خرفان رجاله. أميرة؟ أميرة مين؟ أميرة مين؟ مين ده؟ تتح. انتوا هتتعرفوا يا عم. يلا اطلع بقى.